أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا الحوكب العظنية آيات لحدا إيا الطلبات وصورة البقرة كاملة. وعن سور جارني عشر كاني لباتا إيا الطلبات أنا وكل أحجرنا سورة اللبات وقرآن كا وصورة البقرة. وهي إلهي سبحانه وتعالى نوغسه وهم أي عشر هذين أبدا بيجي أموره صدم كاهاي وهير بن إسرائيل. إلهي سبحانه وتعالى وكتب ترسينا هاي نعموين كتبان كاهاي هي قبائح لتوانك هذي هي انتقامات لتوانك هاي أمورها سا إلهي سبحانه وتعالى نغسه وهم هاي كوا سوى مركاتي اسكو لحجري. إلهي هنا سورة عشر كينا يريد دمليي أفقو هير بن إسرائيل حصوصنا عليه يران كل زمن كان نبينا الجوع عليه السلام وهي أباد الأصوص وضعها أي سمايين بعد أفتي نوضى إلهي سبحانه وتعالى كل ما رفيا سبتي كحج بين ضيب وغرتي سيئد ولا غرها يبي تاسنا أن الله نوضى إلهي سبحانه وتعالى هو قد واحد نقطين دان يرؤوا الدلوة بي نقضي سيدنا نقضي فقول الله سبحانه وكذب نوضى إلهي سبحانه وتعالى إبرأوا مانعها يعني وكذبني وضبك كرهي بيساوهي لمن كانوا يسميين وكرهين يسميين محايا لوهي قلبها القرصدية يا قصرية ضبك وقت الأسجو بأيي مركاتي إلا ماني عاوه دولة إلهي إيا ضبك كردم بأيه وإلهي عمي ساعة فيه وانا أيان أوي النولة إلهي سبحانه وتعالى ضبك المتقين تاه ومركة عشر كي نهره أين قلني بس عصب أو مركزي سورة دام بسورة البقرة اللي يراهدو أرين أيضا نفير بن إسرائيل خد عضي أيا ما رخي عينو قلني أيا ما رخي قتيل كل الدلي أف كل الدلي إلا قروا يمينك الدلي بل كل قروا يهير بن إسرائيل نبي الله موسى أي سؤالين الله إنو بريه سوى حوية قطة قاتلك لو أقاله أرينيه أغوش هذي أيان مركاتان وكل أحجرني أريد أن مركاتي بسدي مركاتي لغش هذي وهيابيه مركاتي سواء روري وأثرتا هاي مركاتي وحوي وانو سوق هذا النوع عشر كين وراء أيان وكوق هذا مي فقال وحانو قلينا معنيه قرآن كأيانو قلينا أيانو قرآن كأو مركاتي يبعينو بلاضين إلهي يقول سبحانه وتعالى واذكروا حصوصا غير بن إسرائيلو إذ وقت قال أولي موسى نبي موسى
لقوم لقوم في صعود هاي أيده اللي بدلي قف اللي بدلي قاتل تدلنا أي سن أسرين إن الله ألا يأمركم حوين فر يا هير بن إسرائيل أن تذبحوا إن الجور أعلام بقرة صع إن الجور أعلام نفلا إن الجور أعلام أي إلهي سبحانه وتعالى الفر يا عيوب هاي مرك أنت أساو حيلنا وتعمل جودة وحل بعيد كده إلهي مكة أخير قالوا حيرا لهير بن إسرائيل أتتخذنا موحا مغيرا نيسا موسو هزوءا جاسياس من مغيرا نيسا ومن هو جاسياس نيسا محايرا وحيا الله هذا أبنو مجاوذي وحصور تقال معه وحن كوي جينانا معه أتتخذنا موحا مغيرا نيسا هيرا لهير هزوءا هو المجاسياس هذا الكامرك الإلهين قال وفيروا لإله النبي الله موسى أعوذ بالله إلهي أيها الكامل من جلية أن أكون إنا نهاد من الجاهلين كوى جاهلين تعملتك من إنا أهاد جاهلين توحوا كوضا كوى جيس جيس معايا ضدك جيس جيس أما هذا الكامل الله خاب أن أول ومالك من أولي حية جاهلين في كميده أبقى مركزي وناسنه هذا المناسبة جيسا أيو مريا وماشا مركز كوها قون أيو كبحيا متك جاهل كاهونا مالك أيو كبحيا مركزو سيحن أو كوها بلا مركزو داي أعوذ بالله أم تنعوي وأن قره يجتوم يهو داي وأن إلهي كم ينجري أن أكون من أن أكون إن أهاره من الجاهلين كوى الجاهلين تعمل كاملة المستهزئين وي مركو هذا الخاص داي وحي أقادين أرين في سؤاليتها أرين طبعيتها فبعدي مركاتي سؤاشا ويجينا يا قالوا وحي لهذين أول إله هير بن إسرائيل ادعوا لنا نوفو ربك رب قادة يبين لنا هنوع داية ما هي بقرة وحيتها معنى دأليل وحيتها أرين تعلق الكيار هذا وحوية وحا الله دفنوه معي الأسوء وحوضة سع قولها يسكنها نفرع قولها لكن أيجبا وحوية أمور كما يسكو أكيدا يعني أيجبا والو أكيدا ونسبا نوع ما نيسو فإذا وحيها لمن شدد شديدا قفل وحيسكو أكيدا إلهي وأكو أكيدا فهلو وحي إلهي لنور إلهي هير بن إسرائيل ادعو لنا موثوق موسو ربك رب قادة يبين لنا هنوع دايه ما هي وحايتها البقرده معناها دأليل وإنسة ووحا الله التنوي قال وقول النبي الله موسى إنه الله يقول إليه إنها تاس بقرة سعوي بقرة رسول الله فارد مثل يتطعنا نهين ولا بكر مجهنا نهين عوام وامد قد حيث بين ذلك كافر صوشي يجد حديثة وصعد جوابي نماهن ويليه نماهن او مركز قارن يرى ايقف عوو فرد هير بن اسرائيل ما تؤمرون وحالين فرايه وحالين فرايه فرايه قالوا دور نبي الله موسى سوى رجع في جوابه الهي حقي سنوغ خبرايه انه اي الله قال يقول ليه ينفقها يا إنها تاس أدويجين إيسان بقركم بقروه بقرة رسول الله فارض مثل إستطعنهن فارض وحوي ومركز سع جبوري معهم أي خوضة نفلؤه أو جبوري معهم ولا بكه المجيح معهم وهذا مركز نفل يروي ليره معهم أيضا عوام وامد أبحي سوضة بين ذلك كافر صوشيه وبين المسلمة والبكوي سعدوا بينما هم سعوا يهنما هم سنوين كافر أبحي سامر كافر دعلوي يدعل يرأي أبحي سوضة فصعلوا فرد هربن إسرائيلو ما تؤمرون وحالين فرايو فرايوه ونفس أسنة قول علامة هذا دون إسان إنه هو يوحي عليها الويدي ستين هذا الشيء
قالوا هدنا وحيدا هدينا وقال إلهي ادعوا لنا نوصه وخبط رب هذا يبين لنا هنوع بيه ما لونها مدر كيد وحويه بلد الهيب النساء المعاندين من الأهايين وهو يوحن الله بيحسن مروا اللوي دينا سيدا وحن الله بيحسن لما يالو شيء مرك اللي وفره شرعنا ويهي هو مرك أشاب أمجيد إلهي وحي كي يد ويهي شيء والله يالا وحاسو حي كينا يا مركا شيء مربو حبي وحلي عبي يالي وحساس اللي يالده وهي كيني سعرفتها شو معارضيني كيني سمال حليك وي أفكنا وحي جارسيني سا إنو حق استقامرة هي وحي عبيه مركا يسؤو دونا إنو هلو أما مراد كيف تهل أفكار إنو وي أي ماهي مركا سيء وحي جارين ادعو لنا نوطه وخبط هبك هذا يبين لنا هنوع بيه ما لونها مرسكين وحوية قال ظهور نبي الله موسى إنه الله يقول وحو ليه إنها تاسو بقرة بقنوية بقرة تاسو صفراء أو بورا أيوغاي فاقع أدريها لونها مرسكين إنها تاسو بقرة بقنوية وأنه لو أيوغاي بقرة تاسو صفراء أو بورا أيوغاي فاقع أدريها لونها مرسكين معناه وكوده شديدة الصفرة وي بورنا شرير أيا درن سافا يودهي فصروا ويفرحين إساهوغاي الناظرين قوة قيرين آية أما إسلحة عليه سوى فصروا حال أي فرحين إساهوغاي الناظرين قوة قيرين آية معنى وكورا قفك مركا يسير كيس الله كيانو أما دفك الهر كيانو آدي آد أيوه فرحايا ساتوي مركا وحوالي الناس أحمر ومركا في جنود أوي وقاطع أوي معايا روحي ليه جيران عرفته أحمر قاني أي ليه جيران وأسود حارق وأبيض ناصع وأسفر فاقع هذا مدى أن أسفر فاقع واي تصر حال أي فرحين يسود أي مركا في الناظرين هو كيرنا يرأي فرحين يسود وأجي أدي مارك أقول رح بنتا ويجي أجيب جنيسة أبوه كذا سلو ومارك أقول نفسي مارك وحيث شددوا شدد عليه مارك أرد سوء أكيان أيضا أول أكي على مارك هرا مارك أولا يناس جوع هذه يصير جوع إلى هاي وقفنا على هذه لا تقفنا على هذه لكن ما يسيني هذا الكاف مرخوض هادنا وحيد هادين قالوا وحيد هادين وضحي الله سبحانه وتعالى ادعوا لنا نوصل موسى وربك رب ذاك يبين لنا هالنوع ذاية ما هي وحيفة أصائمة أم عاملة سيد هذا اللي يقانو الله وحوي وحال الغفرة بيرها يا الغفرة سيد مارك عقف عقف بيرها اللي يقول أيه أو كارنتود أي الله دنا بيرها الغفرة مثل ذي وحيلين ناس او بيراه الوفر المياه مثل ملان بيراه الوفر المياه يبين لنا هنوع ذي إلى ينهب لها نوطوب ما هي وحيتها إن إسائم أي سايو مد إسكف وقته أو وحضاء مركة سلو وقفتا يمد عاملها الشقيس إنيتها معاي ليلة إن البقرة بغهتي جنس الله تشابه علينا وإستثى يشبه وإستثى يدفني إن البقرة بغرة ليلة تشابه علينا وإستكى يشبه وإستكى يبرني معايا الله نوعية الله فربضان تيدهن مركا ساو حان كوها نولي ويني مدى للدونة وإن عرضنا إن شاء الله إله دولة لمهتدون كوها نونا يا أيام هي له وإن عرضنا إن شاء الله الله ديئو إله إله أوضانا لمهتدون كوها نونا يا أيام حديث نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام آيات عن فتر تاج لولا رسول لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأمر قد يسمى استثمارهين ويسمى الشيء الله إمارهين ولقوا الله عبد إمارهين وحي إلهي وكدوي إن شاء الله إني إلهدان قالوا قولوا لإله سبحانه وتعالى نبي الله موسى إنه الله يقول إليه إنها تاسو بقرة بقروي
baqarada soo la daruurun kula layriya aanan ahayn mid masalanba waxa weeye gayru mudallala lilcamal weeye waa mid markaasi shaqo aan loo laylin oo beeraha ma fashuuda ilan ayagaa waxay yidhaahdeen masaa'ima mase waa caamilo markaasuu dhahay innahaa taasu baqaratun baqaro weeye baqaradaasoo laa daluulun tula layriyo aanan ahaynin baqaradaasoo tusiiru larda arlada markaasi gedinaysa baqaradaasoo tusiiru larda arlada gedinaysa oo dhulka markaasi ziraaco markaasi ku samaynayso walaa tasil xarta beeraha mid waraabinaysana aanan ahaynin walaa tasil xarta beeraha mid waraabinaysana maahan udhahay oo beeraha lagu waraabsho maysa marka musallamatun waa mid nabad gashay ayuu dhahay cuyuub oo dhan ceebayaalay ka nabad gashay iyo shaqada markaasi aasaarteeda oo wax beer neef lo ah oo lagu shaqeeyana maahan ceeb ay leedahana ma jirto musallamatun waa mid nabad gashay ayuu dhahay laa shilata ayuu dhahay midab siyaha eeda dhexeeda maahan macnaha wuxuu ka wadaa midabka caadiga oo safrada ahay leedahay midab kale oo ku darsan ma jiro maxaa yeele looda qaar ayaa midabo isku dardarsan ah marka midaanu hal midab kaliya weeye ou ka wadaa musallamatun waa mid nabad gashay uu dhahay laa shiyata laa lawna fiiha weeye midabna dhexdeeda ma aha hadalkaas markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahi subxaana watacaala alaana hadda ayaa ji'ta la timida muusow bilxaqi xaqi aada la timiday hadda ayaad bayaan oo taama aad ku dhawaaqday oonu qaado karna yidhaahdeen waa waxaa markaasi ayaga loo dirsanay qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaa ji'ta la timida muusow bilxaqi xaqi aada la timiday marka neefki looda hay raadiyeen markaasay nin dhalinyaraa ayay ka ag heleen oo hooyadiis baarru ah markaasay kasoo iibiyeen waxayna uga soo iibiyeen neeftaas harigiisa mugiisa oo dahaba jasadaasna waxa weye casharkeena hore ayaanu kusoo qaadanay si aanu hadda meeshaan aanan udhex gelin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fadabaxuuha way gowraceen baqaradii gowraceen walxaal maalka hadduu aysan sigin yafcaluuna inay falaan oo waxa weye samankeeda qaali uu ku ahay fayabaxuuha way gowraceen u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala walxaal maalka hadduu aysan sigin oy ku adkeeda wey yafcaluuna inay falaan oy neefkaas ay gowracaan maxaa yeele samankiisi ya qaali weyn xadiisaa nabigaan wuxuu dhahay calayhi salatu wasalaam low dabaxuu aya baqaratin kaanat la ajzaakum walaakin shadaduu calaa anfusihim fashadada allahu calayhim aw rasuulka calayhi salatu wasalaam neef kastoo loo hadday waagi hore iska gowrici lahaayeen oo neef gowraca la yidhi waa ku filnaan laheeday hase yeeshee naftooda ayay ku adkeeyeen markaasaa ayagana ilaahay ku adkeeyey waa qaacidadii marka meeshaas ay ka imaahaysa aheday man shadada shudida qofku wax isku adkeeya isagana ilaahay waa ku adkeynaya waxaan ilaahay adkaynin oon meelaan mawduucu tashdiid ahaynin shareecada in la adkeeyo ma banaano taas waxaana ka dalakaraysa cuquuba ka dalakaraysa waxaa markaasi ilaahay diinteenna wuxuu ka dhigay diinu yusri wasamaahu ka dhigay waasu dhahay alla subxaanahu watacaala wama jacala calaykum fi diini min xarajin u ilaah diinta ilaahay subxaanahu watacaala cariir idinkagama dhigin haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkuruu xasuusa reer binu israa'iilow id waqti qataltum aad disheen nafta naf aad disheen oo fadaara'tum aad isku raacraacdeen macnaha aad ku doodeen weeye hadda culimmadu waxay yidhaahdaan aayadda tan markaasi munaasab waxay u aheeday inay markaasi ay bilowga ahaato laakiin si kastaba waxa weeye nadmiga qur-aanku waa sidiisa waxba laga bedeli maayo hadday inkastoo hadda markii xagga fahamka la fiisho inay markaasi bilowga ay ahaato ay munaasab tahay haddana inta haddii laysku xasuusiyo wax dhibaataa ma laha maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala meesha uu dejinayo kalaamtiisa kaa yaqaan wadkuruu xasuusow dhahay allah subxaanahu watacaala id waqti qataltum aad disheen nafta naf aad disheen reer binu israa'iilow oo fadaara'tum aad isku raacraacdeen ama aad iskula doodeen siya naftaas walxaal allaahu allane mukhrijun kii soo bixinaayo uu yahay maalkii kuntum ad ahaateen tatumuna kuwa qaniya oo amarkeeda walxaal allaahu allane mukhrijun bimacnaa mufirun ilaahay uu daahino bannaanka soo dhigaayo
ما في كنتم هاتين تكتمون قوة قرية وعمر كيداوي إلهي بابا نهتا صوالي لك مركا مركي أي نبكي قولعين إلهي حوري فقلنا أوحى عندهمي إذهبوه قراعة وقتيل كميسي ياله منك قتيل كهو ميت كهو ميسي ياله قلوفت ببعلها بقرادة بكيادة قلوفت فقلنا أوحى عندها نول إلهي إذهبوه كو قراعة ببعلها بكيادة قراعة بس وعلى شيغي أنا كليك سوقوا يمركا في قلوف تهنيتي قلت ميت لهاي أما هيك سوقوا يمركا في سوقوا يمركا صوم وراري أتوقع ميدا هايون ولا مكاسو هون هاي نصرني فلان وفلان عيون هاي هبل أي هبل أي إدري لمي أن لمن يمر الأديسيسة أيوس يا غني من كاسا إدرو هاي إسلامك نوادين مكاسا عيون هذا حلقيا لجوه جي إسلامك سنوات الإدرو قتال رجوي معايا الشريعة هذا مكاسا نبي الله موسى بساط كمرتي لواحد بساط ينقوم بنانين ليكم بنانين في الشريعة علينا وكرمهن أنا جو حوي ساعة كتير دونه بيجينا قاعدة نوا نوبة نانتهي إلى أن تتأخر نوا نوبة نان بس دين تين وساعة تيجي دون يسر وطماح يقطها لكن ثورات وحمر كاتو حوي اللي يراه الدنيا ما يستنجنا قط قط جوال الجلاي إلهي مخ هو الله سبحانه وتعالى وأولى الله سبحانه وتعالى فقولها وحنا لأن إذربوه كو جراعة ببعض لها بكتف كو جراعة ما كله قراءة صوت بعدما لا يقول كذلك سوى صوت له سوى هذا منك زميل كلسون لي أي يحيي الله الله أن ورهنا يا الموتى قوى بنتي تكبعت الإنكار يا أي إلهي حليه كذلك سوى صوت له يحيي الله الله أن ورهنا يا الموتى قوى بنتي ويريكم الله وإن تصنع يا آياتي آيات كيسة دلائل قدرة وحدانيتي أي إلهي سبحانه وتعالى إن تصنع يا ووجي سمركاس آيات دليلته ويريكم آياتي إلهي آيات إيسو إن تصنعها لعلكم منها تعقلون عن قرسان وتدبسان في الفكرتان وذباتان أن القادر على إحياء نفس واحدة الله ووجد أولى نفس رجال إنه صون ولاي قادر على إحياء نفوس كثيرة نقيال فربنا إنه صون ولاينا ومركاس أظهر ميسان أنا أنت أذكرك هرب من إسرائيل أي قعدي أو يقين سدين أو مركز الرياض أي نقطتين وحياه مركز الرياء وحى النقطين هنا يهدنا وحوي قلوب تود أي مركز سيق الله شيء أو حوي حق أي قبل رين الفتلين ما كعبد وحياها ما لك يا خوارق العادة وحي وحكترى ينقف إلهي قلبي يس مركز سوء إلهي قلبي يس أو نوري أو قلبي يس إلهي يقين وفي إذا خيز للدوني الوحكة تبديل فصنة فبقوا ترمز عير واسوبها قال لي وما تكون الآيات والنذوره عن قوم لا يؤمنون إلهي مسأل فقول أيهيد بن إسرائيل والله خدام رأي نتاوي إذا كان عليها بني ثم قتل وي إذا تقول أيه قال قلوبكم لأسين يهود القلوبين وي إذا سي فالحمد لله أقبشاء يكي إذا سي من بعد ذلك كارف الله سواشا يدب عليه مركي قتيل في الأسلون وليمين في الجليل يوجد سورة آيات هاي قوت عربتين عليها قلوبتين قال شوقها ثم قصد وي انجي سورة هالة قلوبكم لالسيني من بعد ذلك قاتل صورة شهيرب عريس فهي قلوب سورة هالة كالحجارة كتكحان والاسو حقا قال الله عنك فهي قلوب سورة الهي كالحجارة كتكحان والاسو هو أمس أشد في درم وي قصوة حقا قال الله عنك أيضا بقالحة في درم الهي هو أمس أشد أيضا درم خشية خصوة قال الانتو الإلهي معايا لو إن من الحجارة كدك حانت وحا كمره وضع إلهي قلوك ابن آدم كقلب يوسف قال لي لك حليو كثير قال لسنه معايا الإلهي قلو إن من الحجارة كدك حانت وحا كمره لما حجر أيها كمره يتفجر منه أو خصوة نبال معي الأنهار وياش لما أيها كمره أحجار الإلهي يتفجر منه الأنهار وياش أي خصوة نبال معي هذا هو الياشة يخصوه دمال ما إياه كميرا وإن منها وحاة كميره الإلهي لك عامتا لما حجر إياه كميرا يشاقق ودمال ما إياه وفا يخرج منه وخصوه بحاية الماء بيه وخصوه بحاية لما حجر إياه كميرا يشاقق ودمال ما إياه
وفيخرج منه أو خصوا بحاي الماء ماء بيه خصوا بحاي وإن منها وحاك منه إلى الله جل سبحانه وتعالى نحن لما حجر أيها كمده يحبطه هو بناي ليل استغيث أيه خصوا نعيا ليل هو سوء صوء نعيا من خشية الله أي عشريس ويقول إلهي سبحانه وتعالى ذك أهل السنة وحيارين صغاتين إله يقول كيسة وإن من شيء إلا يسبح بحمده شيء مجري إلا إلهي أكتف بأسنايا يا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض آيات شيء كتف إنه إلهي أقرن عليه وإلهي سبحانه وتعالى أنتهى والله أخبق عليه إلا خافر سمويان أجني إنسيه انت كلام تضع هو إلهي سبحانه وتعالى ويقرن عليه وين أكتف بأسنايا وين أكبق عليه لكن كافر وجني إنسي إلهي ما قرن عليه ما نقص فيه سنة ما نسبق عليه وما الله الله ما أهنوض إلهي بغافر عليها المعصم عما في تعمل العمل فليس ولوفينا وحرم الصامين يسوق إلهي ما نجل عيش وما نقص عيش أصدق يا شيء وما الله الله ما أهن بغافر عليها المعصم عما تعمل حد عمل فليس إلهي وعجب له وإغيا وقت إلهي بجاسين دونه إذ كالصوحة يسمعين يسو إلهي وأوجيها لكن وقت لا يجب له إذايا لك عشر كامي إنت أفئيك إذيها ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.